هذه التغريدة اللي أشرت لها اليوم للسيد مقتدى الصدر هي مو بس نهاية المالكي، إنما تفليش للإطار التنسيقي. تفليش الإطار التنسيقي؟ طبعاً، لأنه طلب من عندهم بالتغريدة مثل ما تفضلت إنهم يستنكرون ويبتعدون عن المالكي. طيب إذا استنكروا وابتعدوا عن المالكي معناته قاعد يستنكرون نفسهم وقاعد يقلون من عدد مقاعدهم داخل البرلمان، يعني ما راح تكون هي. هم ما حكوا دكتور، هم ما حكوا، هم ما يقدروا يحكون، إذا حكوا اتفلشوا. هم ما زالوا يعتقدون بإمكانهم اختيار شخصية لا جدلية بين قوسين ويشكلوا الحكومة، بس هذه ما راح تصير. حكومة ما راح تشكل، ممنوع تشكل حكومة، ممنوع تشكل طبعاً. شوف بأمر منو هذا المنع؟ منين؟ أنا أقول لك، شوف في شهر 10/2021 لما صارت الانتخابات هذه، مجلس الأمن أي المجتمع الدولي، وأنت تعرف كل زين العراق ما زال منتدب دولياً، إحنا ما زلنا تحت الانتداب الدولي، يعني مو دولة مستقلة، إحنا على حافة الفصل السابع ما بين السادس والسابع. لما مجلس الأمن اعترف بهذه الانتخابات على أنها ديمقراطية نسبياً، واعترف بمخرجات هذه الانتخابات، أي اعترف بحكومة الأغلبية، أي محاولة لتعطيل تشكيل هذه الحكومة أو إسقاطها وتشكيل حكومة للخاسرين بالانتخابات هذه وطار تنسيقي، معناتها ضربة للمجتمع الدولي لمجلس الأمن. هذا ما راح يسمح، ما راح يقبل بتشكيل أي حكومة، وبالذات بعد انسحاب الطرف الفائز بالانتخابات اللي هو التيار الصدري. إذا ماكو حكومة، هذه من ناحية. اللي وين ماكو حكومة دكتور؟ الناس مصالحها متعطلة، البلد حالة واقف. إحنا الآن ما نفتهم، هل إحنا حكومة طوارئ؟ خلي يعلنون إحنا حكومة طوارئ، لو حكومة تصريف أعمال، لو إحنا شنو هسه؟ إحنا خرقنا كل أعراف الدستور. بالضبط بالضبط. شوف أستاذ قحطان، الإطار التنسيقي هو اللي عطل تشكيل لحكومة 9 أشهر. يعني كان العراق بإمكانه، يعني هذه حكومة الأغلبية هسه برغم أنا طبعا نقدي وانتقادي لكل المنظومة السياسية، بس حتى نحكي بالواقع، هذه 3 أقطاب الحلبوسي البرزاني الصدر فازت بأغلبية المقاعد في البرلمان. نعم. في أي دولة في العالم من حقها أن تشكل حكومة، نقطة لا صدر. نعم. الإطار التنسيقي هو اللي وقف تشكيل حكومة، هو اللي وقف ميزانية العراق لـ 2022 وحاجة الناس للاستثمارات وغيره، هو اللي وقف كل شيء، هو المسؤول عن دخول البلد في عنق الزجاج.